مش عايزه اقول ان الفلسطينيين عايشين في مصر كالمواطنين، بس خليني اخد مداخله من الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور محمد سعيد الرز. الو، الو، صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. معايا المحلل السياسي الاستاذ فادي عقوم. اهلا وسهلا. ماذا تقول له؟ انا اقول عن لبنان، مش اقول للاستاذ فادي، اتحدث عن لبنان. تفضل. من المعروف ان المخطط الاسرائيلي كان يستهدف غزة والضفة الغربية ليسيطر على كل فلسطين، وبعدها يستهدف لبنان. تغير في الأولوية وتوجه نحو لبنان وأجل موضوع الضفة الغربية إلى حين انتخاب دكتور محمد. رئيس دكتور الولايات المتحدة محمد. الأمريكية. دكتور نعم. محمد، هل لبنان كانت في حسابات إسرائيل سواء قامت حرب 7 أكتوبر أو لم تقم؟ نعم، لبنان كان في حسابات دي قناعة إسرائيل. دي قناعة طبعا، وليس فقط لبنان، يعني أنا في الصفوف المؤيدة لحزب الله. نعم، أن مش بس لبنان، يعني أنا أعرف أن المخطط الإسرائيلي عندما يسعى لإقامة إسرائيل الكبرى، وعندما يتحدث نتنياهو نفسه عن تغيير خرائط الشرق الأوسط كما قال عدة مرات في هذا الأسبوع الأخير، معنى ذلك أنه يريد أن يفرغ من لبنان ومن غزة ومن الضفة الغربية ويتجه نحو الشرق الأوسط لينفذ مشروع الشرق الأوسط الجديد. قال أريد تشكيل الشرق الأوسط الجديد. طبعا هذا الكلام استهلاك سياسي، لأنه في الأساس لم يستطع تشكيل غزة جديدة، فكيف بالشرق الأوسط الجديد الذي يتحدث عنه؟ طيب، إلى أي مدى لبنان تقاوم؟ إلى أي مدى ممكن لبنان تتحمل هذه المقاومة أو تتحمل هذه الحرب؟ يعني هو في العادة معروف أنه الكيان الإسرائيلي عنده تفوق بسلاح الطيران وعنده تفوق بالتكنولوجيا، لكن على الأرض في الحرب البرية هو ليس كذلك. الدليل بالأمس، يعني كان أول فاتحة أول خطوة في عملية الدخول البري من 3 محاور، وبالتالي تكفأ يعني تكلفت إسرائيل خسائر كبرى. اضطرت نتنياهو إلى أن ينزل قليلا عن غروره الذي نفخنا به طوال الفترة الماضية، وأن يلبس يرتدي الأسود ويعزي أهل الضحايا. المسألة هي أن على الأرض لا تستطيع إسرائيل أن تنتصر. هذه دروس كل الحروب التي مرت فيها إسرائيل. طيب. نحن رأيناها من أهم هذه المظاهر في حرب أكتوبر في سيناء، كيف كان المقاتل الإسرائيلي جبانا ويهرب، وكيف كان هناك أبطال الجيش المصري يصطادونهم واحد واحد ويصطادون الدبابات معهم. طيب. في المعركة البرية إسرائيل ليست كذلك. طيب دكتور محمد سعيد، الرد الإيراني هل هو مسكن لأنصار إيران في الشرق الأوسط أم رد حقيقي؟ يعني هو نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تفاوضت مع إيران عقب مقتل سليمان إسماعيل هنية في قلب طهران. طيب. وأعطت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة وعود لإيران. قبل أربعة أيام تحدث الرئيس الإيراني بزكشكيان وقال أن أخلفت بوعودها الولايات المتحدة الأمريكية، أخلفت بوعودها. نحن نعرف أن في إيران السلطة الأساسية بعد المرشد الأعلى، السلطة الأساسية هي للحرس الثوري، وبالتالي اتخذ الحرس الثوري هذه الخطوة وقصف. طبعا كان يستهدف فقط، يعني لم يكن هناك قتلى مدنيين، عدد من المراكز وعدد من المؤسسات الإسرائيلية والقواعد العسكرية، هذا ما اعترفت به إسرائيل أصلا. ولكن إسرائيل تريد أن تشعل المنطقة وتستدرج الولايات المتحدة الأمريكية لتقف معها في حربها مباشرة. طيب. ضد إيران. أنا هختم مع حضرتك، شكرا دكتور محمد سعيد الرز الكاتب والباحث السياسي اللبناني، وارجع للأستاذ فادي عقوم. في قناعاتك الشخصية، لو لم يتجه حزب الله للدفاع عن غزة كان دخل طرفا في هذه المعركة؟ لا لا.